ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ هناك فروق كثيرة، وهناك مؤلفات في أحكام القضاء، وهناك مؤلفات في الفتوى. فأدب القاضي لابن أبي الدم مطبوع في مجلدين، وأخبار القضاء لوكيع مطبوع مجلد. فالكلام عن القضاء شيء منفصل عن المفتين. القاضي يحل إشكال بين متخاصمين، بينما المفتي يجيب على سؤال شخص عن نفسه أو عن غيره. فإذا هذا الفرق الأول، القاضي يحل الإشكال بين المتخاصمين ويحكم لأحدهما على الآخر أو يصلح بينهم، بينما المفتي يجيب على سؤال جاءه. اثنين، القاضي حكمه ملزم في الظاهر وليس في الباطن، بينما المفتي حكمه غير ملزم. وبالتالي كثير من الناس يسمع المفتي فيذهب إلى مفتي آخر، بينما القاضي متى حكم فحكمه ملزم، ولكن أحكامه تجري في الظاهر وليست في الباطن. بمعنى أنك إذا أنت عارف أن الحق ليس لك وحكم لك، فإذا أخذت فإنما يقضي لك قطعة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له من حق أخيه، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار. أمر مخيف. فإذا هذا، والكلام طويل طبعا، لكن هذه أبرز المعاني. ولذا أيضا نختم في فرق مهم، أن في مسائل ثلاثة هي للقاضي وليست لنا نحن أهل الإفتاء. المسألة الأولى الزواج، فكل من أراد أن يتزوج فلا ينفع أن يأتي للمفتي. كما جاءني أحد الأعاجم قبل فترة قال: يا شيخ ممكن تزوجني على فلان؟ أزوجك كيف؟ قال: نكتب كتاب نعفلة. قلت: يا أخي ما بفهم، أنا مش قاضي، أنا أفتي لكني لست بقاض. اللي بتحكي عنها مسائل للقضاء. المسألة الثانية الطلاق، فالطلاق ليست للإفتاء وإنما هي للقضاء. المسألة الثالثة وهي الميراث، فهذه المسائل الثلاثة لا تزج نفسك بها أيها المفتي، وإنما قد تخبر إخبار لكنك لا تفتي. وهذه الأمور الثلاثة هي للقضاء، هي للقضاء. وبالتالي أي سؤال يأتيني إنه في مشاكل بين اثنين وبدنا الحل، يا أخي أنا مفتي مش قاضي، أنا أفتي ولست بقاض. القاضي لابد أن يسمع من جميع الأطراف، هذا فرق آخر، أن القاضي يسمع من جميع الأطراف ويسمع البينات ويسمع الأدلة ويحاكم ويوقع الخصم والمؤاخذ والمخالف. القاضي عنده نباهة عالي جدا حتى يكشف هذا الكاذب من الصادق. كما يذكر عن أحد العلماء أنه قال له أحدهم عندما اختصم في محفظة، فقال: أيها القاضي، أنا وجدت هذه المحفظة وأتيت بها إلى الشرطة، وجاء صاحبها فقال: قد نقصت 50 دينارا وفيها 200 دينار. يعني لو بده يسرق هذا الشخص كان سرق إيش؟ 250 كاملات يعني. فقال: ماذا تقول أنت؟ قال: يا قاضي، هذه المحفظة ناقصة من 50 دينار. فقال: إذا انتظر حتى نجد لك المحفظة التي فيها 250. المهم قال: لا لا خلاص رضيت. لا ليش ترضى؟ ما أنت بتقول هذه ناقصة، استنى عبين ما نلاقي لك محفظة فيها 250. فمباشرة استيقظ ذلك الشخص، قال: لا 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 رضيت. فالقاضي عنده نباهة، عنده إيش؟ نباهة. وكم يعني أخبار القضاء جميل، يعني كتاب وكيع بن الجراح في أخبار القضاء وتحقيق
سعيد اللحام له مطبوع في مجلد عن عالم الكتب بيروت، كتاب جميل، كتاب جميل، في أخبار وفي تعطي عندك نوع من الملكة. وهذا يذكرنا بالشافعي مع أنه لم يتسلم القضاء، يعني بدناش نتوسع لأننا نخلص الأسئلة. الشافعي رحمه الله كان يمتاز بالنباهة، وكان يمتاز بأمرين، قوة في علم الحديث وقوة في علم الفقه والأصول، فبالتالي جمع بين هذين الأمرين. لذا قالوا من تعلم علم الحديث قويت حجته، ومن تعلم علم الفقه والأصول دقت حجته. فالشافعي كان عالم دقيق، فلذا قالوا من أراد أن يناقش الشافعي فكأن أسدا يفتح فاه ويأكل الذي أمامه. الشافعي مباشر تناقش، تفضل ناقش على طول، إيش لا يثبت أحد أمام الشافعي رحمه الله. وطبعا جماع العلم كتاب في مناظرات للشافعي، ودرسه شيخنا علي الحلبي قديما في أحد دورات مركز الإمام الألباني، جماع العلم الشافعي. على كل حال يعني القاضي غير والمفتي غير، وكان كثير من العلماء يخاف من القضاء. السبب أن قوله ملزم فيخشى الظلم، اثنين قاضيان في النار وقاض في الجنة، ثلاث أنه يشغل عن العلم. فها هو الجد أبو الوليد القاضي ابن رشد الجد عندما قال وكنت في القضاء وأكتب كتاب البيان والتحصيل، وهذا كتاب مهم جدا لطلبة علم الفقه المالكي، بل لطلبة الفقه عامة لكن المالكي خاصة. وقال كتبت وكنت في آخر الأسبوع في أيام العطل أحاول أن أكمل الكتاب وطال أمده، وظننت أني سأموت ولا أتم الكتاب. يا الله هم هم بس يخرج الكتاب. قال حتى قابلت الأمير فقلت حفظ الله الأمير، هل لي من طلب عندكم؟ قال ما طلبك؟ قال أن تعفيني من القضاء وأن تجعلني مفرغا لإتمام كتابي البيان والتحصيل، فقد مر عليه أكثر من 10 سنين ولم أتم الكتاب. قال فأعفاني من القضاء فبدأت أكتب حتى كمله. يا جماعة العلماء تنو كان يطلع لهم كتاب كان فرحتهم أكثر من أنه يجيك ولد، يعني أنت بس مرتك تحبل ويجيك ولد بتفرح فيه وبتعبطه وبتحلق له تختنه وبتذبح عنه، لكن بجوز بس يكبر يطلع عدو لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. بينما هذا الكتاب سيكون لك أجر وثواب، أجر وثواب. لذا فكان فرحتهم بالكتاب فرحة عظيمة جدا. على كل حال مش داري دخلنا ايش الموضوع، الكلام عن القضاء والإفتاء كلام طويل جدا. وكتب ابن الجوزي كتابا سماه تعظيم الفتية، الأمر مخيف أيضا. وابن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يتدافع الفتية حتى ترجع إلى الأول. يعني بيجي بيسأل الأول، والله يا شيخ عندي سؤال، الصحابي والله اسأل فلان، بروح فلان اسأل فلان، فلان اسأل فلان، اسأل فلان، اسأل فلان، يسمي لفيت على 120 واحد ما ظلش الله يجزيك الخير جاوبني فيجيبه. فتوى مخيفة جدا. وبالتالي يعني موضوع الفتوى أمر مخيف. وكما قال الإمام مالك ينبغي للمفتي إذا أراد أن يفتي أن ينظر أمامه إلى الجنة والنار، فماذا يحله من النار وماذا يدخله الجنة. أمر مخيف الفتوى. يعني اللهم اغفر لنا على جرأتنا، ولكننا في زمن
يعني رشحنا للفتوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.